يا أهلا فيكم من جديد. أنهت إدارة التعليم في الحدود الشمالية تكليف وكيل مدرسة طريف وقررت إبعاده عن المدرسة بعد تلفظه على ولي أمر طالبه. مقطع الفيديو اللي انتشر وتم فتح تحقيق موسع في الحادثة، على ضوء ذلك سيتم الرفع من خلاله للجهات المختصة لمحاسبة المسيء في الأمر. أمس مع زميلنا علي العليان ناقشنا هذا الموضوع، بس كان تركيزنا على الناحية القانونية. اليوم يمكن نستمع لوجهة نظر أخرى من جانب آخر، لكن قبل ما نبدأ الحوار خلونا نتابع احنا وياكم مقاطع لأبرز ما ورد في حلقة البارحة. علمني شو اللي بعد؟ ليش ارفع صوتك؟ ارفع صوتك. من 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 امس اصلا انت بارد وجه. لو ما انت بارد وجه من امس واحنا واقفين مع عيالك الظهر هنا ما تستحي يوم تجي تتكلم لسانك في نطق ذا. قليل حياة. ها؟ انا خاطب مدير انت قليل حياة. انا خاطب مدير المدرسة. انت قليل حياة اصلا. انا خاطب ولا بك ذرة رجولة. انا خاطب مدير ولا بك ذرة رجولة. اصلا لو بك ذرة رجولة ما توقف قدامي كذا. لانك حقير. ما في مشكلة. شوف واصلك حقير. هو نصف الحقيقة النصف الآخر سيكون معناته أجل التحقيق في مشيئتنا. نعم. لا أقصد أنت هل أيضا من ضمن الأشياء اللي في التحقيق راح تكون في البال التسجيل الصوتي اللي اليوم اللي هو لابن عم الوكيل؟ نعم نعم تم رصد التسجيل وتم استدعاء كذلك جميع الأطراف المعنيين في الحادثة في المدرسة. أيضا سيتم استدعاء نفس ولي الأمر الطالب وكذلك الشخص الذي قام في التصوير. جميع الأطراف ستؤخذ في عين الاعتبار أثناء التحقيقات في مشيئة الله. الأصل أنا أقول في الأصل أنه التصوير غير ممنوع في أي مكان عدا الأماكن المحظورة، الأصل الحل، فبالتالي أي مكان مكتوب فيه ممنوع التصوير لا يصور فيه، لكن أن يتخذ هذا التصوير يعني ذريعة لبعض الأشخاص، يعني شوف مثلا الذين بعض الأشخاص الذين ينشرون بعض المقاطع يجتزئون تلك المقاطع ويحطوا مثلا أجزاء بسيطة. نحن نقول المقطع هذا اللي حصل ترى فيه كان نوع من تابعنا مقاطع مختصرة من حلقة البارحة. ولتناول الموضوع من وجهة نظر أخرى ينضم معنا في الاستوديو كل من المستشارة القانونية العنود الميهم، كذلك أرحب معي بالمستشارة القانونية وجدان الحصيني وهن محاميات لوكيل المدرسة. حياكم الله معنا. خلونا بس أبدأ معك أخت وجدان. يمكن القضية أكثر يعني كان في عتب كثير وحنق وعدم رضا الحقيقة يمكن في عند المجتمع بشكل عام على المقطع بعد ما شافوه، وحنا بكتابعنا جزء منه قبل شوي، طريقة تعامل مدير وكيل المدرسة، الألفاظ الحقيقة اللي كان يلقي بها لولي أمر الطالب، ثم تداعيات الموضوع ما تم من إدارة التعليم في الحدود الشمالية من معاقبة الوكيل المدرسة وغيرها. أنتم ذكرتم من عندكم ربما بعض الأمور أو بعض الأشياء المرتبطة بالقضية من وجهة نظر أخرى، فلعلك يعني تعطينا إيش وجهة نظركم حيال هالموضوع فيما يتعلق بوكيل المدرسة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انتشر المقطع الفيديو ببرامج السوشيال ميديا يبين بس فقط طرف من طرف الحدث، يعني ما بين الواقعه، ما بين ملابسات الموضوع بشكل عام، بين رده فعل لفعل. الفعل احنا اصلا ما شفناه، ما اطلعنا عليه، كان كل التركيز على رده فعل الوكيل اللي له 15 سنه بالخدمه، مدرس ممتاز ومثالي وله شهادات كثيره. يعني مثالي يتلفظ بهالالفاظ النابيه ويتعامل بهذا الاسلوب، هو صعب اننا نحكم من مقطع فيديو. يعني احنا انا اتكلم احكم على الموقف. الموقف ما كان هو انسان محترم فيه، هو ممكن انه يكون اخطا، لكن اخطا يحاسب عليه، مو ينتشر المقطع الفيديو ويبين بس فقط طرف من أطراف الموضوع. يعني لو تلاحظ الطرف الثاني ما كان أبداً مبين ولا حتى صوته كان منخفض، يعني والتصوير ما كان واضح، يعني التصوير كان بأداة تسجيل غير واضحة حتى. يعني شلون غير واضحة؟ يعني التصوير ما كان بجوال، لو أنه كان بجوال كان ممكن أن الوكيل ينتبه أو شيء زي كذا. التصوير كان بأداة غير واضحة، يعني حط كاميرا هو مثلاً. أيوة توقع. يعني أتوقع هذا توقع. أيوه. توقع يعني ولا بنيتي عليه؟ لا هو الوكيل يقول انه ما كان موجود. تواصلتوا مع الوكيل؟ وش كان وجهة نظره؟ وجهة نظره انه ما كان، انه حصل بينه وبين الوالد يعني الطالب خلاف، من بعدها ذهب ورجع مره اخرى وصار سجل الفيديو هذا
بدون ما كان يعرف حتى. بس الحين انا بسال الاخت يعني العنود، هل القضيه الحين اشكاليه في انه تصوير هالمقطع يعني، ولا الاشكاليه فعلا انه الوكيل المدرسه اخطا في طريقه التعامل مع ولي امر طالب وكان تعامله ابدا غير راقي وغير انساني؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا كل الطرفان مخطئان، لكن زي ما قالت الزميله وجدان احنا راينا جزء من الحدث وهو ردة فعل الوكيل، لم نرى الفعل الأساسي. وهنا يعاقب كل الطرفان، لكن نحن كمجتمع نكون ظالمين. ليش يعاقب ولي أمر الطالب؟ عشان نصور المقطع؟ صور. طيب احنا كان معنا أمس المحامي إبراهيم الأبادي وقال أنه الأصل في التصوير أنه مسموح إلا في الأماكن المحظور فيها التصوير. ليس التصوير هذا أو مقطع الفيديو هذا أساء للوكيل المدرسة، وهو وكيل المدرسة ما أساء لولي أمر طالب، هذا فيه مساس لخصوصية. مش ما راح للبيتهم صور يا أخت عنود، الرجل في منشأة عامة، منشأة حكومية، منشأة تعليمية، ولي أمر طالب مثل باقي أولياء أمور الطلاب، يأتيه يعني ما راح لبيته مصوره. نحن نقول أن الطرف المخطئ يعاقب، لكن نكون ظالمين إذا عاقبنا طرف وتركنا الطرف الآخر بدون ما نرى الطرف الآخر، بدون ما نعرف ماذا استفز ولي الأمر. وعموما بهذا الموضوع حصلت مصالحة بين ولي الأمر طالب وبين وكيل مدرسة، هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الموضوع لم يكن بالحجم اللي أخذه فقط. طيب يعني كان طيب خليني أسأل الأخت وجدان، يعني لو بسألك وش اللي دعاكم أنكم ترافعون عن وكيل المدرسة، يعني ما هي الحجج اللي ممكن تدافعون عنها؟ أولا يعني هي تعتبر قضية إنسانية، يبقى أن الحين انتشر بشكل كبير مقاطع تبين أشخاص أنهم غلطانين فيها وما تبين الطرف الآخر، وتصبح قضية رأي عام وتختلف تماما عن القضاء. يعني هذا الموضوع منتشر بزيادة، يعني الواحد ما صار يأمن نفسه أنه ممكن يتصرف بشكل طبيعي، ممكن أحد يصوره، بل أصبح المجتمع يهتم للتصوير أكثر من الفعل. يعني إحنا نلاحظ مقاطع كثيرة المصور مهتم للفعل للحدث نفسه بدون ما يحاول المساعدة أو يعرف سبب الحدث. فإحنا يعني نشوف ملابسات الدعوة، نشوف إيش الأسباب اللي أدت، نشوف يعني الحين في تحقيق بيكون مع كل الطرفين ليش حصل كل هذا. يعني غلط أننا نحكم من طرف واحد ونترك الطرف الثاني، غلط أننا نحكم من فيديو ما تجاوز ولا دقيقتين ونص. طيب خليني أسأل، طيب يعني في مصادر صحفية ذكرت أنه اللجنة من إدارة التربية والتعليم في الحدود الشمالية استمعت لأقوال وكيل المدرسة، وهذا قبل ما معناته أنهم ما بنوا على المقطع بس، بنوا حتى على أقوال الطرفين واتخذوا قرار إبعاده، والموضوع الآن في طي يعني يمكن التحقيقات وما بعد صار شيء فيه. فمعناته أنه كان موقف وكيل مدرسة ضعيف؟ لا أبدا، ما كان موقف وكيل مدرسة ضعيف، والتحقيق مع كل الطرفين هذا يدل أن ما في طرف ضعيف وطرف كان قوي، تحقيق مع جاري مع جميع كل الأطراف، وكيل المدرسة وولي أمر الطالب، زي ما قلنا قبل شوي أنه في مصالحة، هذا يدل على شيء فهو يدل على أنه ما في موضوع أو مشكلة كبيرة كما يعني أنت تشوفون أنه قرار إدارة التربية والتعليم الشمالية كان مستعجل ولا غير منصف؟ ربما يكون غير منصف، لكن طالما في تحقيقات جارية احنا ما نقدر نتكلم يعني عن تفاصيل تحقيقات، هذا ممنوع نظاما يعني. ننتظر نهاية التحقيق ونرى القرار النهائي بعد التحقيق. أنا أشكركم، وإحنا أكيد ننتظر أكيد التحقيقات اللي يعني في الموضوع اللي تقوم بها إدارة التربية والتعليم في الحدود الشمالية، وبالتأكيد يعني بما أنها أصبحت قضية رأي عام فبالتأكيد يعني هي مطالبة بالإفصاح عن نتائج التحقيقات وملابسات الموضوع، كيف يمكن يتعامل وكيل مدرسة بهذه الطريقة وبهذه الرعونة مع ولي أمر أحد الطلاب. وأنا بقول إنه نحن ترى بعيدا عن الموضوع نفتخر إنه في محاميات سعوديات الحقيقة في سلك المحاماة، نتمنى لهم دائما النجاح، نتمنى لهم يكونوا بصمات مميزة إن شاء الله في هالجانب، السعوديات مميزات بالتأكيد عندما يفتح لهم المجال. شكرا لكم، أنا أشكرك أخت وجدان الحصيني، وكذلك أشكر الأخت العنود المهم، هما المستشارات القانونيات ومحامية وكيل المدرسة. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.